بعد أكثر من سنة من رفعها وأسبوع من حادثة سوسة، أعلنت تونس من جديد حالة الطوارئ. البيجي قائد السبسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن القرار وأكد أن الدولة تواجه تهديدات حقيقية، خاصة بعد حادثتي برد وسوسة الإرهابيتين، محذرا من انهيار الدولة في حال تكرار هذه العمليات. وأقولها بكل وضوح، لو تكررت الأحداث والحوادث اللي وقعت مثل سوسة فإن الدولة ستنهار، وواجب رئيس الدولة أن يصد ويقف ضد هذه الحتمية التي إن شاء الله لا تقع. ولهذه الأسباب فأننا قررنا الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوم. قرار إعلان حالة الطوارئ كان متوقعا بعد حادثة سوسة الإرهابية غير المسبوقة، ورغم تردد مجلس الأمن القومي الذي انعقد الأحد الماضي في اتخاذ القرار بالنظر إلى الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، اضطرت السلطات أخيرا إلى أخذ القرار. الإرهاب يرمي إلى تقويض نظام الدولة ومؤسساتها ومصادرة ممارسات الحرية والاعتداء على قيم المجتمع ونمط عيشه الجماعي والمشترك، وهو ما يقتضي تسخير كافة إمكانيات الدولة لدحر هذه الآفة. الحكومة رأت في الفترة هذه لابد من مراجعة الأمور، ولابد من يقظة فائقة ويقظة كبيرة باش تقع محاربة الإرهاب بصفة منها نوعية جديدة. وأعتقد أن المواطنين عارفين أن تونس تمر بظروف صعبة. حالة الطوارئ حتمها تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا للحد من التهديدات الإرهابية، لكن أيضا التهديد المتأتي من ليبيا، كما أن كل المعطيات الاستخباراتية تؤكد تخطيط المجموعات الإرهابية لهجمات تهدد استقرار البلد. أمام التهديدات الأمنية الكبرى، وجدت السلطات التونسية نفسها مضطرة لإعلان حالة الطوارئ. هو وضع استثنائي قد يطول أو قد يقصر قياسا بمدى النجاح في مقاومة الإرهاب. فاتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.